مقتطفات من أضواء البيان. أخونا أحمد يقول: معنى قوله تعالى والصافات صفا؟ نعم، هو لديه سؤالان، أحدهما سقط لأن السماع أو لأن نعم. معنى الصافات الملائكة تصف، والصحيح أن هذا اللفظ يجمع الجميع، يعني الصافات كل من يصف لذكر الله سبحانه وتعالى من الملائكة ومن الطير، لأنه قال هنا والطير صافات فتدخل. لكن الذي يدخل دخولا أوليا في هذا والله تعالى أعلم هو الملائكة، لأنه قال في آخر السورة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. هذا الكلام للملائكة في أواخر السورة. نعم نعم.